ركز على البذور من تحت. اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده وسط الزرع والخضره، احنا النهارده قدام شجره الامير تشارلز اللي زرعتها زوجته هنا فوق احد الاسطح بمنطقه عزبه خير الله. مش صدفه حين اقدمت دوكه كورنوال الأميرة كاميليا زوجة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني بمنطقة عزبة خير الله بزراعة شتلة في خطوة منها للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والكلام ده حصل أثناء تفقدها للمشاريع اللي بتدعمها بريطانيا للمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية، وكمان كان جزء من ثقافة الأمير وزوجته فلهم باع طويل في حماية البيئة والتنوع البيولوجي. فمنذ عقود والأمير تشارلز لم يكف عن الحديث عن قضايا مثل البيئة والتنمية الحضرية وحماية الحياة البرية. قضايا المناخية والتنوع البيولوجي هي إحدى الاهتمامات الرئيسية للأمير تشارلز أمير ويلز على مدار 5 عقود مضت، وكان آخرها إطلاق مبادرته للأسواق المستدامة العام الماضي. زي ما حضراتكم شايفين دي الشجرة اللي زرعتها الأميرة كاميليا زوجة الأمير تشارلز. طبعا ده ضمن اهتماماتهم اللي حصلت عشان خاطر التغيرات المناخية اللي بتحصل، وده حصلت في مؤتمرات كتيرة اتكلمنا قبل كده عن التغيرات المناخية، وطلعت هنا في الدور السادس وزرعت الشجرة دي. فخلينا نتكلم مع أصحاب المشتل ده اللي موجود فوق أحد المنازل، يعني ده مش على الأرض، ده فوق الدور السادس زي ما حضراتكم شايفين. هم هنا في رعاية فائقة. اتفضلي حضرتك هنا، نتعرف بحضرتك. محرك أمانة الدسوقي، المشرف المسؤول عن مشغل العزبة. كلمينا بقى عن زيارة حرم الأمير تشارلز لما جت. والله بالنسبة للزيارة بتاعت سمو الأميرة دي كانت مفاجأة كبيرة قوي لينا، وكانت تعتبر حلم من أحلامنا، وربنا نوله لنا واتحقق على ارض الواقع الحمد لله. وتشريف سيادتها لينا والشباب اللي هم كانوا زرعوا الاسطح، والشباب اللي عملوا اعاده التدوير واللي كانوا بيعملوا المنتجات، كانوا مبهورين جدا بسيادتها وكانوا فرحانين جدا بتشريفها لينا. كلمينا بقى عن النشاط اللي بتقدموه هنا في هنا، في انا شايف مشتل، في حاجات تانية بتعملوها ايوه، في اعاده التدوير حضرتك هتشوفوا اللي هنا لما جينا وضبنا السطح، حتى الكاوتشات اللي كانت موجوده مهمله ومرميه فيه دربنا الشباب ازاي يعملوا لها اعاده تدوير، عملوا منها كراسي وعملوا بوفيت وعملوا ترابيزات جميله جدا. وحضرتك هتشوف، كلمينا بقى يعني جزء كده صغير عن سمو الاميره اللي طلعت 6 ادوار عشان تشوف ده كده يعتبر السابع كمان، في السقف فوق السابع عشان خاطر تشوف المشتل بتاعكم وتشارككم فيه بزراعة حاجة حتى ولو كانت. لا هي ست جميلة 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 حقيقي يعني. وبعد حضرتك ما تتوقعش تشريفها لينا شجع الشباب وشجع الولاد وشجعنا احنا السيدات، يعني ازاي ان احنا دايما يبقى عندنا طموحات ودايما ندور على الجديد ودايما يعني، حتى الشباب الولاد بقوا فرحانين بيها جدا، مش متوقعين مين اللي واقف قدامهم بالظبط، ما كانوش متخيلين ان سيادتها ممكن يعني تمن علينا بتشريفها لينا كده. عزبة خير الله من 10 سنين كانت تتوقع ان اميرة بريطانية تزورها؟ لا لا خالص خالص، ولا لحد دلوقتي الناس مصدقين مين اللي كان معانا ومين اللي كان بيزورنا هنا على السطح. شايفة التطوير اللي بيحصل في عزبة خير الله؟ جميل جميل جميل، يعني حضرتك شايف الدهانات وشايف الشوارع متظبطه ازاي وشايف الدنيا اترصفت ازاي. لا حضرتك شايف التطور بنفسك اهو. تمام، بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم.
زي ما حضراتكم شفتم معانا يعني زي ما بنقول كده جمال الست المصرية اللي هي اللي استقبلت ضيوفها اللي هو أميرة مش أميرة هي جت شالوها على راسها على راسهم شركتهم الزراعة زي ما حضراتكم شايفين الزراعة فوق الأسطح موجودة عشان خاطر تغيير المناخ البيئي اللي بقى كل التحذيرات منه دلوقتي ان احنا لازم نحاول نزرع على قد ما نقدر وده اللي عملته حرم الامير تشارلز بزراعتها للشجرة دي اللي سميناها شجرة الامير تشارلز وكان مناسبة سعيدة جدا لأهالي المنطقة كلهم يعني انا عايز اقول لحضراتكم بصوا الجمال ده على السطح مش في ارض زراعية اكيد طبعا ورا كل ده تعب ومجهود ناس كتير بس هم لما بيشوفوا الحاجة قدامهم بالجمال ده اكيد بيفرحوا اكتر نرجع تاني لشجرة الامير تشارلز اللي تعتبر يعني هي قد يظنها البعض هي مجرد شجرة هو دعم سواء معنوي او عشان الاميرة زرعتها بايديها فالمقصود منه ان كلنا لازم نشارك في نهاية اللايف انا اسامة طلعت كنت معاكم من احد الاسطح فوق منطقة عزبة خير الله الموجود بها شجرة الامير تشارلز شكرا لكم.